هاي كاليت دي روا كعكة بتتم مشاركتها تقليدياً بست كانون التاني يوم عيد الخطاص. تتألف الكعكة من معجنات محشية بلوز مطحون وسكر وبداخلها مجسمين صغار لملك وملكة يلي بيلاقيهم بحالفوا الحظ بالسنة الجديدة. بالطبق تاريخ عيد الخطاص بالأصل مع مهرجان وثني، وبالعصور القديمة احتفل الرومان بأعياد الانقلاب الشتوي بتعيين الملك أو ملكة اليوم بفضل حبة مخباية بهالكعكة، ويمكن للشخص المختار أنه يقدم تعهدات للآخرين. وليوم واحد كانوا السادة والعبيد متساويين. اعترفت الكنيسة بهالتقليد بالقرن الثالث عشر وصارت تحتفل بديا دي ريس، وهو ذكرى وصول المجوس الثلاثة. مين قال أنه الكعكة صارت بوقتها تنقطع لعدة أجزاء وبتتوزع على المجوس بالإضافة لحصة رابعة تعطى لأول فقير بيمرق؟ أنا قال. بشوفكم بكره.